اليوم الهلال بمدربه الجديد الكابتن سامي الجابر، وبوجود ايضا فيصل ابو اثنين صديق المدرب كما قالنا في برنامج الملعب، استطاع ان يحصل على المركز الثالث وينهي موسمه بجائزة المليون ونصفه جائزة صاحب المركز الثالث في هذه المسابقة. مسلسل الاهداف 6-3، 9 اهداف في مباراة واحدة. نتابع اهداف المباراة. القرني ايضا شارك هذا الموسم في مسابقه، هذه محاوله وحدويه، يا الله على فرسان مكه، هدف اول من سلمان الصبيان، هدف اول وحداوي او من المؤشر المعار في مرمى الهلال، هي المحاوله الاولى، هي اللقطه الاولى، هي الروعه الاولى بقدم اليمنى للشلهوب. يا الله، تعجز الكلمات عن وصف هذا اللاعب محمد الشلهوب. يبحث دائما عن الطرف الأيمن، إلى عيسى الآن يسجل، في مرمى فريقه السابق ويضع الكرة في شباك أحمد الفامي في لقطة ممتازة، بلمسة هداف، لم يقف على الكرة، لم ينتظر المدافعين للتغطية، بلمسة واحدة، لسعة من عيسى المحياني في مرمى أحمد الفهمي. الأمور تسير بشكل ممتاز لعيسى المحياني، في المباراة الماضية سجل هدف في الاتحاد والآن يسجل، في كل مباراة يشارك عيسى يسجل، لكنه يحتاج أيضا المزيد والمزيد من العمل. ربما تكون آخر الهدايا لعشاق الأزرق. فعلا ميري الرادوي يسجل الهدف الثالث للهلال مع ابتسامة نادر ما نشاهدها لميري الرادوي. ميري الرادوي يضيف الثالث لمصلحة الأزرق الهلالي، 3 أهداف في 7 دقائق ردا على هدف سلمان المؤشر. حقيقة فنية كبيرة، لكن هذا اللاعب مستوى ثابت طوال سنتين قضاها مع الفريق الهلالي، لاعب لديه خبرة كبيرة. هنا من الردوي، الله يا من الردوي، يمر تمريرة خاطئة تصل للصبياني، التمرير في وقت ممتاز، الصبياني وفرصة وحدوية، هدف ثاني، يا الله، هدف تقليص النتيجة من الوحدة في لقطة جميلة تضيف لجمال هذه المباراة الكثير عن طريق عبد الرحمن بخاري. مساء الرياضية الخاص بالمباراة الختامية، كل الشكر طبعا من الأعماق لكل العاملين في القناة السعودية. زيزو، الله أكبر عليك يا زيزو، زين يا زين قالها الكعبي زيدان، ونقولها لك يا زيزو. عبد العزيز الدوسري سجل هدفا ولا اروع غير لإضافة الثالث للوحدة. الصبياني ينجح بامتياز لإضافة الهدف الثالث في هذا المباراة لفريق الوحداوي. الفيلم الوثائقي وعلى برنامج الملعب طبعا. وهنا محاولة، يا الله، كريستيان وينر.